أزمة الدولار دلوقتي سبب التفاقم بتاعها إيه والحلول بتاعتها من وجهة نظرك التجارية؟ الدولار اترفع وكل حاجة اترفع، مش عارفين نعمل إيه بصراحة. هو حلها ده في الرئيس بتاعنا، مش حلها التاني. في كل المكان طالع ونازل في أوقات الحالة، بس الأزمة هي فعلاً كانت حصلت يومين ونحن بعد في السعودية، سمعنا إنه كان ارتفع مرة ثانية ونزل ثاني. أزمة الدولار نرجع يعني نحن الدولة الأشياء لا تخص الدولة بشيء. ولا تخص الطبقة الفقيرة بشيء. الطبقة الفقيرة محتاجة تاكل يعني عيش. زيادة في الأسعار، كل حاجة بتزيد. كل يوم في زيادة في الأسعار. مفيش يوم ألاقي السلعة زي اليوم اللي قبله. كل ما تسأل يقول لك عشان الدولار. حاجة ليها سبب في الدولار وحاجات ملهاش علاقة بالدولار. إذا ما فرضتش دولة دولار في المنوفة أو الصرافة أو سيطرت على الصرافة تشتغل داخل الإطار المصرفي، يبقى الدولار هيغلى لأنه هيحصل عليهم ضربة. إن في بعض السلطات هي اللي مستحوذة على الدولار في مصر، وفي بعض الناس ولا مستحوذة ولا عارفة كتير. يعني أنت عايز تفهمني إن في بعض الناس ما بتستوردش من بره بالدولار، بعض المؤسسات اللي تابعة لأجهزة الدولة بتستورد من بره. بتجيب دولار منين؟ إيه؟